عليك. عليك راسي حمودة. مرحبا. سي الهادي، ما قلتليش اللي مرتك هوني. هاي خنفلت خير. تيجي سي حمودة، اش عندك فيه انت؟ مرتي اش عندك فيه يا مدام محسونة؟ وي بلاد بشا ذا متاع سوريا وتركيا كيني ريتو. سامحني كيني ريتو في المدينة العربية. سامحني. وسي الهادي قدك شمد ليك محليك. سي 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 ايوة. مرحبا بكم، مرحبا بكم. شبيكم واقفين؟ تفضل تفضل. بارك الله فيك. هاي تصبح مرحبا يا سيدي. كانكم على التأخير مسامحينكم، نعرفوه اللي هو خارج عن الطاقة. بادئ إذا بدأ. أقعد ريدي يا محسونة. إذن بادئ إذا بدأ، حبينا الليلة نحييو مدام أرليت اللي غادرتنا إلى بيت الزوجين. قعدتش يا محسونة؟ ونحيي بالمناسبة بنتنا عليا اللي شرفتنا الليلة بالحضور. يعيشك سي عبد الرحيم. ونسألوها فرد مرة وينهم بناتنا الأخرين؟ إنه هي عندها فول ودرسها عندها عرض أزياء. أعانهم الله، أعانهم الله. إذن سكان بلاصنا الأعزاء، أخواني أخواتي، المرة هذه أدعيتكم اجتماع هام جدا جدا جدا. في العادة أنا اللي نختار موعد الاجتماع ونحدد الموضوع ونبدأ ندور ونلحلح ونزقدح ونبوس في اليدين. مش للدرجة هذه يا سي عبد الرحيم، سامحني عاد. من فضلك يا سي هادي، من فضلك يا سي هادي، بعد ما كمل كلمتي عندك الحق باش تناقش. العفو، العفو يا أستاذ، تفضل وصل. شكرا. إذن خلافا المعتاد، المرة هذه أنتم اللي حددتوا موعد الاجتماع وحددتوا حتى الموضوع بتاع الاجتماع، ألا وهو اختلال النظام في عمارتنا. الاختلال ضربة واحدة سي عبد الرحيم. أنا ما ريتش، سامحني. ما ريتش ولا ما تحبش تراه؟ هاي اسمعوا، كان اجتماعنا باش يبدا هكا، نمشي نخلط على المسلسل خير. يا مدام يهديك، يا مدام يهديك، يا مدام، يا مدام، راه كل شيء يجي موسى على البال. يا سي عبد الرحيم، خليها على راحتها، كانت تحب تروح أنا موجود، مش مشكلة. حينئذ وطبعا إليه، عمارتنا اللي كانت مثال يحتذى به في النظافة، في الرياضة، في النظام، في الأخلاق، أصبحت اليوم في حالة يرثى لها. مهارس علم بجنب الفضائيات، صغار تلعب بالمصعد الكهربائي وتخربش الكراهة وتزين على الحيوط، أكياس معناها من الفضلات تتساقط على رؤوس المواطنين في الشارع. وسندق الحوت اللي طلع هابطة في الأسانسير والما يقطع. تهنى يا مدام، الحوت ما اشتراه لا طال على هابط معك. وهو الحوت بركة، والكلام اللي قال عليه سي عبد الرحيم هذا الكل يلزموا يتنحى، والمتسبين فيه في البلاص يلزم يرحلوا. سكتش سحر تو؟ ما نسكتش، ولا اللي يقول الحق راسه يتشقى. ما كافوكات عليهم للا انت هنا في البلاص. سي الهادي، وسعوا بالكم عيشك. وانت خليت فيها وسعبال؟ انا اش مدخلني انا؟ اش مدخله يا اخي عامل مغناني؟ الكلام عليك يا بابا وعلى عائلتك الكل. امان، قداش تكرهني؟ نكرهك؟ فاش قام نكرهك؟ علاش انا باش نكرهك؟ نكره الوسخ، نكره قلة النظام، نكره الفروخ اللي قالبين البلاص. سحر اسكت خير. لا ما نسكتش. سي الهادي، خليها تتكلم. اللي جبته ساقيه لصالي
عندك حق يا مدام، عندك حق في الخط الكل. سامحوني. ايش يا حمودة؟ يا حمودة يا حمودة يهديك راهو. تو يعجبك اللي عملته يا مدام؟ باهي هذا هكا. صراحة ماهيش طريقة هذه باش نعالجوا بها المواضيع. خلي ملاحظتك عندك سي الكونسييرج. نعم نعم لله كونسييرج. هيا من فضلك حدك حد لمسقلي. هذاك اليوم موجود هوني ماهوش بصفة كونسييرج. مالا شنيا الصفة الجديدة يالا؟ ياخي ترقى واحنا ما في بالناش ولا مدير البلاصة؟ لا، أما موجود هوني اليوم بصفته زوجي، ولهذا احترم نفسك من فضلك. لهذا كلمة زيلة عاد. يا جماعة يا جماعة، تو مدام الجو هدا ماذا بيا كل واحد يعطيني رأيه في هالمسألة الشائكة باش نخرجوا باستنتاج وناخذوا الإجراءات اللازمة. شنو الإجراءات اللازمة اللي باش ناخذها؟ هكاكا معناها طردوا سي حمودة احنا وكهو. ها يا أخي، إذا كانت تفقط المجموعة شنو ذنبي أنا؟ لما لا؟ نبعث الولد أخته جواب اللي هو عايش برا لأنه هو صاحب العقار، وهو يخرج خاله ولا يعمل شاب. هكاك بكل بساطة معناها ينسحب سي حمودة هك. أنا مانيش موافق على الكلام اللي قلته الكل، وإذا باش تكملوا تحكيوا هكا حتى ونهز أمي ونمشيو نروحوا ونرمال. أنا نقعد باهتة كيفاش ترضى وبالفوضى اللي متسبب فيها الحوات وأولاده في البلاص؟ سحر ولآخر مرة يزي قص أسكت. مدام سحر باش تشريها هدية؟ تفضل خليها عندك. سامحني سي الهادي خليها تتكلم عندها الحق. شو بصراحة في الحكاية هدية العواطف ما تدورش. شوف الحكايه هذه، حموده يمشي في الاخر يقول لك ماهيش معقول الحكايه هذه، خاطر وقت يجي وما يتعبوها. يا جماعه يا دقيقه يا جماعه دقيقه يا استاذ هادي، سنحيل لك الكلمه يا استاذ هادي، ستاخذ الكلمه بعد حين. يا حمامة يا حمامة. يدان دان اللي دان دان واويلو، يدان دان اللي دان دان واويلو، ودان دان اللي دان دان واويلو، ابعد عن الشر يا نقي وغني له. حلوة يا جماعة. هبال هبال يا الاولاد، تعرفوا انا جوري جامي كرو اللي الشيشه هبال كيف هناك. اي ما يا عمده مش الشيش الكل، هذيك شيشه المعلم وزيد عمر هانك ولد المعلم. يعيش وقاسي خميس على جوك. بون لازمني نمشي تو. تيزي حلمي عاد تيقعد مازال بكري راه. لا 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 بار مود هذي عم في سيرفيون جينيرال. اختاني خويا مغش نشوفك غدوة. باهي مشيت معاك. اوكي استنى استنى حلمي، انا بدي يلزمني نمشي معاك. شنو هو قاسي حتى انت زاد ماشي؟ يا اخي باش تخليوني وحدي؟ شكون باش ينظف الشيشه؟ لا لا يا عمده نمشي 5 مينيت ونرجع ما نبطاش. 5 مينيت اي مش 5 سوايع. تي اي اي انا جي يا ربي أكاسي. هاهاهاها
يا رجل اعمل عقلك، شي يهمك فيهم؟ خلي يقولوا شي يحب. عندهم الحق، احنا مناش تعب على ساعات. بابا بابا ايش من الحق بس نقلوا. لا لا بنيتي مش نرجعوا لدارنا. بابا قال تصندس هذه دارنا وائل فرحان، مش نرجعوا لدارنا القديمة خاطر صحاب وغاد. برا عايش بنتي، انت اخوك برا وحده صندس مشيوه. يا حمودة اهدى، خلينا نحكيه بالرياض. شنو اهدى هذه؟ شنو اهدى هذه يا منوبية؟ صور ستي ساعد انا هايجة، عني رايز اللي في بقاجنا. يا حمودة راك باش تضر اولادك ياخي، بعد ما والفوا بالعز والوسع تحب ترجعهم للدار الاخرى بيت في بيت الحس والعرق؟ مش حلو؟ مش حلو؟ علاش لله؟ وين تولدوا هما؟ وين ترباو؟ في واشنطن ولا روسهم كبرت؟ اصلك اصلك يا منوبية. خليت الامور عادية، غبت شويه ورجعت نلقت باش ملموم وبوك وامك متنرفزين. اش فما؟ اش صار؟ بابا يحب يرجع بينا لدارنا القديمه بعد ما خذيت الباك ودخلت نقرا في الجامعه. يحب يرجع بينا الغادي، كان يفرض علي الرجوع لما نعم في روحي سبة. عجبتني فكره تعمل في روحك سبة، انا موافقك عليها. ما نعرفش اعمل محاوله انتحار، ارمي روحك من الشباك، اضرب راسك على الحيط، وقتها يتفجع عليك بابا وما يرجعش بينا لك الربط. صحيتك صحيتك على هالدبار، اعمل انت في روحك عامله وعلاش انا؟ على خاطر فكره فكرتك انت، كانك علي انا حكايه فارغه. طول مضمض فمي قطرتين جفال، يجي بوك يلقاني متسكك يتفجع يهزني للسبيطار، ومن السبيطار نروح. وين نروح؟ الدار القديمة. دارنا القديمة؟ مال شنو فايتو فيلم الجفال اللي ناوي تعمله؟ عندك الحق، يرجع بينا لهنا. شبيكم ما ركبتوش؟ امي وين رسات؟ اسمعوا نقول لكم انا ما نرجعش للدار القديمة. سونس ما تخافش ما تخافش، طمنوا العزيزة الغالية تمشي له كلمتين في البيان تو يرجع العقل. منو يرجع لعقله؟ من الكلام هذا؟ كلام تقوله لامك وهذا حديث تحكيه على ابوك؟ صحيت 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 صحيت. شنو اللي تحبني نقول لك يا امي؟ هو تعارك مع الجيران يا اخي؟ احنا تعاركنا مع جيرانا يا اخي؟ هو على خاطر شكون تعارك مع الجيران؟ مش على خاطرك انت واخواتك يا سندس؟ شنو دورنا على بعضنا؟ اسمع وقع دراي داخل مني نمشي له صب الصبه. سمعت صبه؟ احشم احشم يا بنتي، ابوك راجل عنده كرامة، ما قبلش المحقرانيه لما حواجه وحب يرجع منين جا كهو. حلو حب يرجع منين جا؟ يرجع هو منين جا؟ انا مانيش ماشي بهادي. انا قلت لك احشم اسكت. أمي نفدلك أسكت. يا جماعة يا دقيقة يا جماعة دقيقة دقيقة يا جماعة دقيقة دقيقة في ناشي تو نسيتوا كيفاش كنا نعيشوا في هالبلاص؟ تقول علينا عايشين في فريجيدير ما يجمعنا كان البرد والثلج. كي جانا سي حمودة متفاهمين
عائلته مش متعود على جونا ومتفاهمين زادة وليداته ما يركحوش، لكن حتى حد بينجم ينكر اللي ولينا نحبوا بعضنا، نفزعوا لبعضنا، نصبحوا على بعضنا كي تعودنا على بعضنا وعلى سي حمودة. اليوم طردوه هكاك لا بالك لا وسع، بار على روحك سي حمودة في لبان. عيب عيب ومش معقول. انا سي محوني باش نمشي نطلع على المراه، ما في بالكم اللي مراه حامل حبله، سامحوني. حتى لازم يروح على خاطر كيما قال هو المراه زاد حتى انا حبله في الثاني. فاني وفيه الغش نجم نحكي معاك؟ كان مش تحكي معي على قعدوني مش لازم نايم. انا حاسه بيك ونعرف اللي عندك الحق، اما الاولاد وقفوا هوني وقفوا بالوسعه وقفوا بالتفرهيد، ما ظهر لي كان يرضاو باش يرجعوا معاك للدار الاخرى. يرضاو لي اش بهم يحكوا فيا؟ هما انا جبتهم ولا هما جابوني؟ بابا نحبك تسمعني بالكدا. انا سند سختي تحب تحكي معاك. سند سختي وانت ايش خاصتك بلا لسانة؟ اسمعني يا بابا، تو كنا ساكنين في بيت في حومة عربي وكنا راضي على خاطر ملي حلينا عينينا ذاك الشلقين، وتوا بعد ما جينا البرتمان كل واحد اخذ بيت وحده، قاس دو فيل وكوجينا عصرية وسال دو با. توا يا بابا تحب ترجع بينا للضيق؟ صعيب برشا. شوف عايش بنيتي، انا خليتك كملت حتى الاخر واسمعني انت. توا اولا المحل هذا مش متاعنا، تاع ولد عمتك، هو ماله اللي باش يرجع لبلاده وقت احنا شنعملو؟ وقتها يا بابا نكون انا كملت قرايتي وتخرجت ونشتري لكم اخير باهي، ما نرجع لدارنا وانجح واختم واعمل لي برتمان كيف هذا. وانا يا اخي نسيتوني؟ صدقني يا بابا العزيز ما وصلت سندس تخرجت الا ما يكون مشروع ولدك احضر ونبني لك قصر الدهشه ونعمل لك فيه بيسين كبيره وتبدا تعوم انت والحوت. كلمه واحده نرجع لدارنا. انا ما يساعدنيش بالعربي، ما عادش نجم نرقد انا ووائل راس وذنبه. يسك برشا في الليل ويبدا يتكلم يقول في كلام وحده في الليل. باهي تعالوا نشيركم سرة دوبل بالبرميزيتاج وهكا لا يسكوا كلا تسكوا. انا ما نرجعش ما نرجعش ما نرجعش. اقعد اقعد بس ولا تعالي في صوتك على ابوك. هذه الجامعه اش قراتك هلا؟ خلاها يا منوبيه خلاها استوى الحال. خليها بركة خليها. كان جيت انا راك سرقت لي عيني. لا عيني هذه ماك سرقت لي مرة فاتت، راك سرقت لي عيني هذه. سكرت فمك تو ولا نقوم لك. اهو شكون نحكي لكم انا؟ انا مانيش راجع لدارنا القديمة. وشنو اللي عاجبك البلاصة هذه؟ كل شيء ماشي، كل شيء. مشاريع دولاباتي العاطفية كل شيء ماشي، حتى انا اللي ماشي. وين ماشي؟ وين الاخير؟ ما عندي وين ماشي، ساقي ركضت شويه حبيت نحركها، حدي حاط الباب الاخر. امان عقرني يا غلطة عمري. وانا زيد على خاطر صحابي هوني.
فيسة فيسة درع مادة دخان خارج منها وهو ما يجاوبش. دخان؟ اي لم يعني حريق للهائم يظنني فما حريقة. اي اجتماع طارة ولا ننظر في الوضع نطلع ننظر في الوضع. يا سلاد يا سلاد يا شعبان يا جماعة فهمني سلاد شو اللي صار بالضبط حبل فهمان درع مادة دخان خارج منها فما حريقة انا متأكد. حريقة حريقة ولا طرف دخان خارج برا فهمنا عايش ولدي. يا ولدي حريقة قلت حريقة حريقة. اي نطلعوا ننظروا في الوضع ولا كيف طبعا. ربي طبعا هكا طبعا نقول لهم حريقة هم مازالوا يحكيوا اجتماع طارق فيس احنا مالنا الراجل قبلنا فيس اسعد المسعد انا رمال سيبني عليها راكريتني ايش قلت لها انا عندي لسان وعرفت كيفاش نجاوبها انت استاهل يا سي حمود
قال عن الشيطان يا حمود، وخلي الطفلة صندسة تعمل لك كاس تاي مخلط. ما نحبش انا مخلط خلقي. ما انا خلي صندس تعطيك تتعشى، عندنا فاينبرغ السخون. فاينبرغ السخون؟ ما يزينيش السخانة اللي سكنتلي في مخي انا. مالا بابا خلنا نعمل لك كاس ليمونادة تبرد بيه السخانة. الفوارة اللي في مخي لا تبردها لليمونادة ولا معي. يزمني نحي زوز مغاية دم فاسد. سي حمود مالا برا ارتاح. تحبون نرتاح؟ سكروا فاكم وكل تو نرتاح. بابا يا مدن، 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 بابا يا مدن. انا بطل، كان جيت بطل ما نجيبش هالسطل. عليه بابا استنى، اخ شعملت انا مش تقولي استنى؟ شعملت؟ اي ما يزيكش الحريقه اللي عملتها. حريقه؟ اما حريقه يا اخي جت عليك الحكايه. تو شنو سي حمود؟ تصدق هاللف على السفر ها؟ وتكذب ولدك اللي قلت عليه استنى؟ باهي لو فرضنا امك عندها الحق وانت بريء وخاطيك وماكش استنى، الشيشة متاعي اش هزا لدار الولد؟ ولا تقول انت عامل ساقين ومشات رويدا رويدا وحدها؟ الشيشة؟ اي الشيشة. الشيشة متاعك انت؟ ايه الشيشة متاعي انا، ما انا شيشتك انت. يا سي حمود، يا سي حمود، اخت الطفل وبرا هز الشيشة لصاحبه، ما فيها باس، وانت كي طلعت لفوق ولقيت شيشتك، عليه ما هبطتهاش مادام هي غيظتك. لا يلا غيظتني روحي انا. انا ما عادش نزيد حتى دقيقه في البلاصه هذا، مادام كل مره تنبت لي مشكله تمشيش عقرب الحيوط هذه تلفق لي تهمه. بابا يا طياره، بابا يا طياره، بابا يا طياره، بابا يا طياره، بابا يا طياره. انا طياره؟ قالك طياره، انا ما نمشيش حتى طرطاره. سكتش انت يا غلطة عمري. سيدتي من مطار تونس قرطاج الدولي نحييكم تحية كبيرة في مواكبة فورية مع حدث تاريخي كروي كبير، المرة هذه في استقبال لاعب ورياضي مش من أدغال إفريقيا ولكن المرة هذه آسيوي. سي قندير رئيس الجمعية مرحبا بك ومبروك عليكم هالجوار الجديد. إن شاء الله مبروك علينا الكل، وعلى كل حال ارتحنا من دبكاء والهرقم والمشاكل، 3 ملايين هرقمة في الشهر يا رسول الله. اقطعها الهرقمة، خلينا ناكلوا في بعضنا كيك. على كل حال الجوار هذا يا ناس ما تلعبش معناه منضبطة شوية، معناها تقول انت ببوش على شوية جرات والأمور تمشي والنتيجة إيجابية. سي قندير شو اسمه الجوار الجديد؟ شاكلات تاكلا. يلا مبروك عليكم. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. سي قندير خلينا ننشد سي كمال وكيل الأعمال. وسي كمال شكلتك لا، علاش اختار فريق الأزرق والأصفر بالذات؟ وينغ سونغ هونغ لونغ تشونغ ميونغ تونغ ميونغ. بابا سمعت 3-0 وإحنا مازلنا في المطار، شفتك الضرب تشانغ تانغ بونغ. إيش قال سي كمال؟ مسيو شكلا يقول اللي هو اختار الفريق هذاي اللي هو بقرب من البحر، وزاد كذلك يحبذ باش يكون مقر الإقامة نتاعو في منطقة سياحية هكا سي قنديل سياحية. طبعا هذا الشعب يقول بابا ما تشغليش حوت علمني نصطاد، فلذا خليناه منه للبحر. طبعا هذا يظهر من جماعة جيب الواد الواد يا ود عطيني شكرا. يعطيكم الصحة سي قنديل، كان نجدوه سي كمال وكيل أعماله باش يوعد جمهوره اللي ينتظر منه الكثير والكثير والكثير. شانغ تونغ فانغ هانغ جا جانغ تونغ تشانغ. ايش قال سي كمال؟ مسيو شكلاء اللي هو أخذ عهد على نفسه باش يجيبوا كل كؤوس وكل كاس، تونس كاس العربية كاس الإفريقية كاس القارات كاس العبر قارات، ويصر زادة باش تعملوا له بيبليوتيك باش يحط فيها الكؤوس هذه كلها.
صح سي قنديل الكوس الكل باش يلمها. لا لا بربي من هنا ماذا بينا توا نوقفوا الحديث خاطر الجمله هذه بالذات انا ولا عندي حساسيه ضدها معناها ماذا بيها حتى هنا مازال احاديث مازال تليق اعصابك 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 يا سي قنديل وراس قدرك وهيبتك عندك وهرة بريزيدون يوفي. على كل حال مش وقته الحديث اي سيدي تشونغ تونغ. شكرا 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 ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك عليكم. السلام يا سي حمود. اهلا اش احوالك؟ مرحبا يا سي حمود احنا رانا جيناك مال كل شيء تفضل داخل. مرحبا بك تفضل تفضل بارك الله فيك تفضل ولدي تفضل يا منور. مرحبا بك مرحبا بك جيراننا. مرحبا بهم. ايه أنت يا ولدي ملا فجعة وكلتها لنا اشنو حوالك توا؟ لاباس يعيشك انت حمودة. اللي عملته مع ولدي سي حمودة عمري ما ننساه. يا مدان شنو اللي عملته انا؟ ترجعونيش باتمان. بابا طنطو حمودة يلزمو كادو. اه وي شو كادو؟ وكادو معتبر زادة. اش باش نقول لكم يا جماعة؟ الكادو متاعي كان تسامح ولدي ناجي. ناجي؟ يا اخي ناجي شو عمل باش نسامحه؟ مش هو اللي حرق البرتمان؟ حرق البرتمان؟ مش صحيح. صحيح هو كان بحذايا وياريت وزاد قعد بحذايا. اما وقت اللي خرج ناجي ضرب الناقوز ومشيت نحل في الباب. هذا هو اللي صار سي حمودة. هاكا ولدي اللي قلت عليه استلط لخطيه. انا احساسي كان قايل لي اللي ولدي خطيه. اش بلا نسيت انا شو شربوا جماعه قهوه تاي جازوز اليوم نعملوا احتفال اليوم. انا اليوم باش نفرق الشروب وبالزغاريد زاد زغرت يا مدام. يعيشكم يلا ان شاء الله مره اخرى انا باش نرجع ونسكنوا بحديكم تو نشربوا تي وشروبوا وغازوز غير ما تقلقوش منا برا. لا يا مدان كما قالت ام كلثوم فات الميعاد. انا ظهرت انتيكا يجب نرجع لوكري نرجع لحومتي اللي قابليني انا والفاميليا والسردينه والشورو. المره هذه مزروب يا سي حمود ان شاء الله فرصه اخرى. باهي انا قايدتها لك المره هذه كريتي يا رجل. فهمنا بهيش 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 بهيش
الحمد لله الحمد لله ربي نور الحق. أمي قايمة. ها يخمزيلي ذمني ويرجع لدارنا القديمة. انا راني قلت لكم الدار القديمه ما نرجع لهاش. يا بنيتي خليه يلم اللي يحب يهدى ورايدوه الغالب بوك راسه كاسح. اما ورس بنيتي راهو يحبكم وما يرضى لكم شي بهذيل ويستحيل يغصب عليكم حاجه انتوما ما تحبوهاش. ورس بنتي فهمنا حتى حد ما عاد يحكي معاه كان فهمتني؟ أشكون جاء؟ أشبيك أمرا؟ شفت عبيثة؟ مرحبا بك يا مدان. شي تتأكد على هالجنة؟ تهنى يلا هاو كل شيء مقرط اليوم نمشيه على روحنا. وين تمشيه يا سي حمودة؟ قالوا تمشيه وعلى كيفكم هو واحنا مازلنا نسايبوكم. سحر هيا عاد كيما تفهمنا ريدي كي مهرة متحشم شي فيس 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 سمعنا زغروطة حلو هي تزغريطة من زغريطتك انت انت تزغرط. يا مدان ما هو الحس يقلقكم في البلاصات ولا انا غالط؟ لا دقيق يا جماعه دقيق بالاخي طب صغير ما تطول شيء. سي حمودة بادئ ذي بدء انت اصبحت منا والي هي بالحق. هذه من ناحية أخي. من ناحية أخي. من ناحية ثانية باسم جميع المتساكنين وعلى رأسهم أنا سي حمودة نعلمك رسميا اللي أنت تو ما قلتلناش تفضل ولذا يلزم اجتماع حالا. عاد أنتم في داركم من نوبية أتلهاب الضياف عاد. سامحوني سامحوني تفضل مدام تفضل سامحوني. قلت سامحوني خسرت باش نخرج واحد. لا مرحبا بك تفضل سي ليش تفضل. يا سي حمودة خبز الكاتو هذيك مش لك أنت وحدك راه هذيك للجماعة الكل جابها اخوك الهاشمي على خاطر خطب للا فافاني هاوك لحموا خيوطهم في الخير والدخله يوم الخميس الجاي. مبروك يا سيدي مبروك مبروك مبروك. سي حموده عندي ليك طلب ماذا بينا احنا احتفلنا نكملوا بنتنا سندس ها ماذا بينا توافق على الولدنا حمامه امل اش قولك؟ كيفاش؟ حمامة يناسبني أنا؟ أش باش نقول لك يا بلها؟ اللي فيه الخير ربي تمن فيه. بارك الله فيك. يزاد الطبعات.
شوف يا سي حمامة، مش على خاطر عطيتك الطفلة ترجعني ذنية. نهار نهارين انت جاي معاك باكو غلة، قالوا شنو استحشت غطيبتي. شوف يا سي عم حمود، ان شاء الله ما ترى مني كان النورمال. نورمال متفاهمين نورمال، اما الاتفاق هو هو هكا ولا هكا هكا.